عليكم المبدعين والمبدعات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قولوها كامل ورايا باش ندوا الاجر مع بعضنا ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا راح نحكي على هاد الماكينه تاع الخياطه الصغيره، راح نحكي لكم عليها بالتفصيل كلش ومنين شريتها. So let's get started. المهم اول حاجه راح نحكي لكم عليها قبل ما نهضروا على ماشينه تاع الخياطه هذه، انا قبل ما نشريها دخلت الانترنت وقعدت نحوس في اليوتيوب على الايجابيات والسلبيات تاع هاد الماشينه، اسكو مليحه ومنا، ولقيت الناس كامل يحكوا عليها، يعني يحكموا عليها على حسب تجاربهم الخاصه، ومنا يعني استنتج اني ما قدرش نقول حاجه مليحه ولا مش مليحه الا اذا جربتها بروحي، يعني التجربه هي الدليل الوحيد اللي يخليك تحكم على الحاجه. قررت نشريها وشريتها. قبل ما نحكي لكم عليها ثاني حنقول لكم اني شريتها على خاطر شريتها انا بغ انترنت، والخدمه تاع الموقع هذا اللي شريتها من عنده عجبتني على شريتها اولا من موقع هايله، شريتها من موقع هايله. وحاجه اللي عجبتني في الموقع انه تقدر تشري زعما بلا ما تسجل، جوست تعمر معلومات تاعك وتحط نيميرو التليفون تاعك ودير الطلب تاعك، هذه اسهل حاجه. ثاني حاجه لقيتهم يديروا الدفع عند الاستلام، هذه هي الحاجه اللي عجبتني اكثر، اللي هي الدفع عند الاستلام، كي نشد المنتوج تاعي نخلص. شريتها لقيتهم كانوا دايرين لها بروموسيو وشريتها، ويعني جات فرصه وشريتها. درك راح نحكي لكم عليها بالتفصيل. يعني الماشينه هي تجي هكا قطعه واحده، يعني ماكينه خياطه قطعه واحده، شغل ما فيهاش طابله، مي تقدر تشري لها الطابله تاعها كاكسسوار زايد، ولكن انا ما شريتوش. يجي معها هذا الساشي الصغير، هذا الساشي فيه لوازم، يعني اللواحق تاعها، هادو لي كانيت اللي يعمروا فيهم الخيوط ومن طوطي طيوت تستعملوهم. يعني هي هنا هاد البلاصه الفوقانيه هي وين يتحط الخيط، ولكن من طوطي تستخدموا لا كانيت، يا اما كبه ولا كانيت. يجوا معها ثلاثة تاع لي كانيت، يجو يعني يجو أربعة فيها، استغفر الله، يجو أربعة تاع لي كانيت، وتجي فيها هادي القطعة لي اسمها بالدرجة ما على باليش اسمها، باللغة العربية اسمها اللضامة، يعني دخلي بها الخيط في البرا. ها هي كيفها دايرة، يجي فيها هكا واحد الراس، يعني سلك رقيق، هذاك السلك يعني جاي فليكسيبل يدخل في البرا، ومنها تدخلي الخيط في البرا بسهولة. ويعطوك معها ثاني برا واحدة اخرى، يعني اذا كانت تكسرت لك البرا ولا كاش حاجة طقي تبدليها بهذا البرا الاحتياط. هذه هي اللواحق اللي جو داخل الساشي. ويجي معها ثاني الشارجور تاعها، يعني اذا كان حابه تخدمي بها ديريكت، يعني تدخليها في البريز وتشعليها من هنايا، ولا يجي معها هذا نسيت شي يقولوا له بالدارجه يا ربي، البيدال، هذا البيدال هذا يجي ثاني اذا كان زعما ما كنتيش حابه تستخدمي القفله هذه، تعودي تحكمي فيها بالبيدال. هادو هما اللواحق تاعها. درك راح نحكي لكم على الماشينه وطريقه العمل تاعها. الماشينه كما راكم تشوفوا هنا فيها ثلاث ازرار ولا ثلاث قفالي. القفله الاولى هذه التحتانيه، هذه الاخيره كما راكم تشوفوا هنايا، هذه شغل اذا كان ضغطتوا عليها راح تدي لكم سرعه متوسطه، يعني تنقص لكم في السرعه تاع لا ماشين. هذه الوسطانيه هي اللي تشعلوا بها وتطفوا بها لا ماشين، وهذه الفوقانيه هي تاع الضوء.
الضوء هذا اذا كان حاكم حابين تشعلوه، اذا كان راكم حابين تدخلوا الخيط في الابره يعني يسهل عليكم باش تشوفوا الثقب تاع الابره باش تدخلوا الخيط بسهوله. حاجه واحده اخرى، نعت لكم الخيط كيفاه يركب. تقريبا طريقه الخيط في هذه الماشينه الصغيره يشبه الماشينه الكبيره، يعني يشبه لها بزاف. هنايا نديرو الخيط اللي نخيطو به يفوت عبر هذه الفتحه الصغيره، ومن بعد هذه كيفوت عليه هذه هذا الفيس هذا واش العمل تاعو. تقدروا منه تصغروا ولا تكبروا في الخياط، يعني اذا كانوا حابين ديروا خياطه مزيره ولا واسعه. هذا هو الـ يعني البولون اللي تصغروا منه الخياطه، ومن بعد الخيط يفوت منه ويدخل في هذه، يعني نفس تقريبا خطوات اللاماشين الكبيره، ويدخل هنا ومن بعد هنايا في البره، بعد في الاخر يدخل الابره هنايا. هادو هما تقريبا كيفاه يركب الخيط. ومن بعد هنا لاكانيت تاع هاد الماشينه كيفاه جايه هنا الداخل، تفتحوها كيما هكا تلقاو لاكانيت. هادي هي لاكانيت تاعها، يعني تطلع يعني طق وتنحوها وتعاودوا تركبوها. هاي كيفاه تتنح وهكا تعاود تركب. هادي هي لاكانيت تاع الماشينه، هذه تجي هنا لداخل. يعني هي صراحه مليحه، تخيط مليح، يعني اللي هي حابه تتعلم تستعمل ماشينه ولا كبدايه تتعلم تفصل منها، هذه مليحه. ومام ثاني يعني باش تخيطي بها حوايج في دارك اذا كانت تقطعوا، يعني باش ترقعي بها القش ومنها مليحه. الحاجه الوحيده لازم تخدمي بالبيدال، على خاطر يعني انا جربت نخدم بالترونسفو ديريكت ونخدم بالبيدال، بالبيدال خير من الترونسفو. بالترونسفو شغل انتي لازم تطفيها وتشعليها وهكا تقيش تحكمي في القماش تاعك، شغل تعودي تشدي في القماش بايد وتطفي بالايد الاخرى، وهذا ما يساعدكش. لازم تستخدمي اليدين في زوج على القماش. كي استخدمت البيدال، بالبيدال خير، انت شغل بالبيدال كي تحبي تحبسي تحبسي، وكي تحبي تخيطي تعفسي عليه. هذه هي الماشينه. يعني هذا هو الشرح عليها بالتفصيل. حاجه واحده اخرى من الايجابيات تاع الماشينه هذه، صغيرة وما تديش شغل مساحة كبيرة، يعني إذا كان وخفيفة، إذا كانك حابة تخيطي ولا تمتم تجبديها وتحطيها، على خطر اللي ماشين تاع الخياطة الكبار يجو شوية ثقال ويدو ليسباس. هذا ما كان. حاجة واحدة أخرى ما حكيت لكمش عليها، أنه هاد الماشينة تقدر يديري لها ليبيل. دوك نفتحها لكم وتديها معاك، مثلا إذا كنتي مسافرة ولا باغية تخيطي في كاش بلاصه تديها معاك، ولا تقدري ديريها ليبي. اون بليس فيها هاد الشغل، جايه شغل انغام كي تحطيها فوق سطح، يعني مثلا سطح املس تثبت عليه ما تتحركش. هذه هي تاني، هذا هو كلش عليها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم واستفدتوا منه. اذا كان اعجبكم ما تبخلوش عليا بجام، وكتبوا لي اقتراحاتكم في التعليقات، لانه الاقتراحات تاعكم هي تعطيني افكار لفيديوهات اخرى. واذا مازال ما اشتركتوش في القناه تاعي اشتركوا باش تولوا جزء من العائله تاعي، وان شاء الله تبقوا، يعني ان شاء الله نخليكم ديما على خير وبخير. وسلام.